بدالي مشروع صغير وخايفة أني أفشل وعندي شعور بالإحباط. اللي الناس ما تعرفه واللي الناس تتوقعه أن النجاح في البداية، النجاح مو بالبداية، النجاح هي النتيجة. آخر شيء تقولين نجحت أو ما نجحت، بعدين تقول بعد سنين تقولين نجحت. ما في شيء اسمه نجاح من البداية في أي شيء في الحياة. أي شيء في الحياة نعم محتاج إلى تعب جهد، إن لم تتألم لن تتعلم. الألماس يا جماعة كل ما قدرتي إنك أنت، كل ما هالألماس هذا نزل في الأرض وزاد ضغط، كل ما على الضغط الألماس نضف وغلى ثمنه. نفس الشيء الإنسان، كل ما انضغطي وإذا أحب الله عبدا ابتلاه، حسيتي إنك أنت بتقومين أقوى، بتقومين أنقى. حديث أعتقد هو يعني يمكن حديث ضعيف لكن أنا أحبه، 9 أشهر رزق فيه التجارة، الرسول صلى الله عليه وسلم شجع. الرسول صلى الله عليه وسلم كان تاجر، وسيدتنا خديجة ما تزوجتها إلا لما امتحنتها في تجارتها، نمى تجارتها، لقب بالصادق الأمين. الأساسيات الصح، راجعي أمورك صح، ذاكري صح، ابدي صح، وتوكلي على الله.